لكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم يا رب. النهارده بقى هنعمل مع بعض غدا حلو قوي، تغيير كده من اللحمه المسلوقه. هنعمل طاجن كده لحمه حلو قوي، عندك حته لحمه كده هندخلها الفرن وازاي تستوي معاكي بسرعه، هنعرف كل حاجه. وكمان هنعمل صينيه رقاق ناشفه كده حلوه تستاهل بقكم. يلا بينا نحط لايك كتير للفيديو ويلا بينا نشتغل. اول حاجه معايا اللحمه كده مقطعاها الحتت اللي التقطيعة اللي انت عايزاها، تمام؟ اهو كبيرة صغيرة زي ما تحبي، مفيش مشكلة خالص. معايا بقى بصل صغير كده مقطعاه اورمة، ده بقى البصل الصغير ده بيتاكل كده زي ما هو في الطاجن، بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى زي العسل، تمام؟ قطعي بقى كمية البصل اللي انت تحبيها. معايا توم، وده توم كان عندي في الفريزر، حطيت كده مكعبين، انا بعملهم كده في المكعبات بتاعت التلج، تمام؟ بيفضل لونه كده ابيض وجميل زي ما انتم شايفين. هحط ايه كمان في الطاجن بتاعنا؟ هحط طماطمايه كبيره متقطعه كده مربعات، معايا قرن فلفل كبير رومي متقطع، متقطعيش الخضار صغير، تقطعيه كبير علشان ما يتهريش معاكي ويبقى عامل زي الميه. وكمان معايا فلفلايه الوان لو موجوده عندك، معايا جزرتين مقطعهم كده اهو بالشكل ده، ومعايا حته من الكرفس، وده كرفس افرنجي، تمام. ومعايا هنا اهو دي حته بتاعت العكاوي اللي هي بتاعه الخروف، دي بتبقى موجوده في الليه بتاعت الخروف، اهي حطها زي ما هي كده اهو، هتستوي في الطاجن وبيبقى طعمها حلو جدا. في ناس بتحب تحطها في الباميه وبتبقى رائعه. ومعايا هنا اهو حته ليه، ومعايا حته يعني ايه دهون كده، تمام، حته كده عشان انا مش هحط سمنه خالص لان اللحمه دي مش ملبسه، لو اللحمه ملبسه ما تحطيش دهون. طيب بالنسبه بقى للتوابل، معايا التوابل بتاعتي بتكون ايه؟ ملح، ايوه بنحط ملح دلوقتي لان الطاجن ده هنكمره، ومعايا شويه فلفل اسود، معايا حبه سكر، والسكر ده اللي هيخلي اللحمه معايا تستوي بسرعه، وكمان في مكون تاني هقول لكم عليه، ومعايا خمس فصوص حبهان طحناهم عشان الريحه بتاعتهم تطلع. مش هتحطي توابل تاني يا جيجي؟ مش هحط اي توابل تاني علشان يفضل طعم اللحمه موجود. طيب ايه بقى الحاجه الثانيه اللي احنا بنحطها بتسوي معانا اللحمه بسرعه؟ هحط معلقه كبيره من الخل، اهي معلقه خل، معلقه واحده بس، دي بقى بتنعم معايا اللحمه وبتفتح كمان الانسجه وبتخليها فاتحه معايا. طيب ليه ما حطيتيش كله في الطاجن؟ هقلب الاول انكه اللحمه والخضار بالتوابل اللي احنا حاطينها دي، وبعد كده هفضيها في الطاجن بتاعي. الطاجن اهو، ادي الطاجن بتاعنا اهو، هفضيها في الطاجن وبعد كده اوريكم، استنوني. الطاجن بتاعنا اهو بعد لما كمرناه بالشكل ده، ما تخافيش لو هو هايش كده شويه، الخضار ده كله هينزل واللحمه هتكش معايا شويه وكل ده هينزل تاني، ما تقلقيش خالص. هغطي بقى اللحمه بتاعت الطاجن وادخله على الفرن، تقدري تعملي الخطوه دي ورقه لحمه برده بالشكل ده بتبقى نفس النتيجه. هندخلها على الفرن على الارضيه الاول، الارضيه بتاعت الفرن لمده ساعه، وبعد كده على الشبكه لمده ساعه برده، يعني الطاجن بيستوي في خلال ساعتين بس، بيبقى على نار كده متوسطه مش عاليه قوي ومش واطيه قوي، بس الاول تبقى عاليه، اول ساعه خليها عاليه والساعه الثانيه خليها هاديه عشان يستوي كده ويبقى طالع كده يخني تحفه، تمام. هدخله بقى الفرن واستنوني بقى عشان نعمل مع بعض صينيه الرقاق. هنشوف مع بعض الطاجن بعد ما طلع من الفرن ولسه طالع، لسه بصوا سخن جدا اهو، شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله تحفه، تمام. تعالوا بقى نشوف كده اخبار اللحمه بتاعتنا ايه. بصوا اللحمه، شايفين؟ بصوا اللحمه اهي من غير لا حطينا ميه ولا اي حاجه اهي، بصي اللحمه، بصي مفتفته معايا ازاي اهي، بصي، ودي حته الدهون اللي احنا حطيناها، شايفين اللحمه كمان معايا فاتحه ازاي؟ شايفين؟ بصوا اللحمه فاتحه ازاي. اوريكم بقى الخضار، الخضار معايا كمان ما تهريش، بصي البصل بقى مشوي ازاي اهو، بقى جميل جدا، ريحه الطاجن جباره، شايفين الجزر ماسك نفسه ازاي، وادي الفلفل اهو، الخضار ما دابش، بصوا اللحمه اللي دابت ولسه في ميه، شايفين؟ بصوا الميه دي بقى نازله ميه الخضار، بصوا اللحمه من تحت، شايفين اللحمه؟ بصوا اللحمه كلها مستويه معايا ازاي، بصوا اللحمه ما شاء الله، شايفين حاجه كده بقى تحفه اهو، دي كده بقى استوت معايا. طبعا صينيه الرقاق ما بتاخدش معايا وقت خالص، هعملها بقى معاكم دلوقتي عقبال لما الطاجن يهدى نقدم بقى مع بعض الاكل. اتمنى نحط لايك كتير 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 للفيديو، وعيدك احلى مع عزيزي.
هنعمل مع بعض صينية الرقاق ازاي تطلع معاكي مقرمشة للناس اللي بتحب صينية الرقاق مقرمشة. طيب انا معايا لحمة عصاج، واللحمة العصاج انا عصقتها معاكم قبل كده في كذا فيديو، اللي ما شافش طريقة اللحمة العصاج بتاعتي هسيبها لكم في صندوق الوصف تتفرجوا عليها هتعجبكم جدا. طبعا انا هعمل على شوربة لحمة، عندي شوربة لحمة مسخناها، ما تكونش ساقعة تبقى سخنة، بس مش مغلية، سخنة شوية. ومعايا هنا 4 معالق سمنة او زبدة، ومعايا الرقاق بتاعي اللي انا كنت عملته معاكم قبل كده برضو في فيديو في البيت، ما اشتريناهوش من بره، هسيب لكم برضو الرابط بتاع الرقاق الناشف والرقاق الطري ان شاء الله باذن الله هتشوفوه. طيب انا بحب اسوي في الحله الالومنيوم لان السوا بتاعها بيكون احسن. طيب دلوقتي انا مولعه الفرن، لازم تبقي مولعه الفرن عشان تطلع معاكي مقرمشه ما تطراش، تمام؟ عشان ما تبقاش طريه زي الفطير، لا تبقى مقرمشه معايا للناس اللي بتحب الرقاق مقرمش. هناخد بقى كده، وطبعا انتوا شايفين الرقاق انا عاملاه رقيق خالص بالشكل ده. هبتدي ان انا اسقي الرقاقة بتاعتي كده اهو، من الناحية دي ومن الناحية دي، من الناحيتين كده اهو، تمام اهو. حتى الحتة اللي وقعت دي مفيش مشكلة خالص، هاخد بس معلقة سمنة كده من تحت اهي، مش مشكلة، حتى لو اتكسرت معاكي عادي خالص، ما تأزميش نفسك، لسه هنظبط بقيه الرقيات. هشيل دي اهي، بصوا هعمل معاك واحده تاني اهو، هنبل كده اهو بس بسرعه اهو، ونحطها كده اهو اهي، تبقى بالشكل ده كده، تمام. مش هنحسب بقى الاولانيه دي لان ايه ما ظبطتش معانا خالص. طيب انا من ما بين كل رق ورق هحط كده سنه صغيره من السمنه علشان يبقى مورق معايا زي ما بنتعامل مع الجلاش. طيب انا هعملها كام رق؟ هعملها لان دي رقيقه، الرقاقه بتاعتي رقيقه مش تخينه، تمام. هعملها 8 رقات، لو الرقاقه بتاعتك تخينه شويه يبقى هو 6 رقات. طيب انا هعمل 4، وبعد الـ4 هنيجي تاني مع بعض عشان نحط اللحمه العصاك. استنوني كده، حطيت الـ4 رقات، تمام. هبتدي انزل باللحمة العصاق بتاعتنا اهي، وطبعا ده بقى على حسب ما انت بتحبي، بتحبي كتير بتحبي قليل. مش بصوا عشان انا كنت لسه مطلعاها من التلاجة، هحطها في الفريزر اهو، نخليها بقى ايه نظبطها كده اهو، وبعد كده نكمل بقية الرقات زي ما قلتلكوا بالشوربة، نبلها في الشوربة، وكل رق ورق ونحط عليه سمنة، وبعد كده هرجع لكم قبل ما ادخلها الفرن. استنوني. الصينية بتاعت الرقاقة اهي لحد اخر رقاقة اهو، 4 رقات تاني بعد اللحمة، وكمان سقيتها بالشوربة، وكل رق ورق تاني بكرر سمنة، واخر حاجة حطيت برضو سمنة كده من فوق الوش او زبدة. دلوقتي انا مولعة الفرن، لازم تدخل دلوقتي الفرن على درجة حرارة عالية على الشبكة، ما تتحطش من تحت، وفي الاخر تديها وش او تقلبيها لو ما عندكيش شوية. دي صينية الرقاق بتاعتنا اهي، بصوا ناشفة معايا ازاي، شايفين؟ الناس بقى اللي بتحبه المقرمش لازم تاخد معاكي اللون الحلو التحفه ده. بصوا زوقتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بصي هي متحمره مش محروقه، متحمره تحمير حلو اهي، تمام اهي. للناس بقى اللي بتحبها ناشفه زوقتها كده كمان بالشكل ده كده. اتمنى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ويكون كمان نال رضاكم. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه حطوا لايك كتير كتير لجيجي، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. مع السلامه.